تعالوا بينا ندخل العيش كده الفرن علشان يستوي قدامنا ونشوفه وهو طالع من الفرن. طبعا كان لازم يتعمل قبل الحلقة علشان يخمر، مدة التخمير خصوصا في الشتاء كمان بتطول معانا شوية. ادي العيش وعلى اعلى درجة حرارة عندك دخليه الفرن علشان يقب على طول ويستوي بسرعة ويطلع معاكي طري. كل ما الفرن كان حامي كل ما هيطلع معاكي نتيجته حلوة قوي. انا هنزل الشبكة تحت اقرب لأرضية الفرن عشان ناخد نتيجة حلوة وسريعة كده، واحط الصاج بالعيش وعلى اعلى درجة. تمام، لو فرنك بيشتغل الشواية مع الارضية شغليها، ولو في كمان المروحة يبقى حاجة حلوة جدا، مش هياخد معاكي 5 دقايق ويطلع زي الفل. بينا بقى نشوف عملنا العيش ده ازاي. مقادير العيش بتاعنا النهاردة هتكون عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق الابيض، الدقيق العادي، وكوباية دقيق اسمر. هنحتاج كمان كوباية مية دافية للعجن، ممكن نحتاج اكتر او اقل، وهتبقى المية في ايدينا عشان نتحكم فيها. ملح ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، وكمان كوباية زبادي. مقصود بالكوباية هنا هي الكوباية قد الكوباية اللي هتحطيها مية، يعني بمعنى ايه مج، كوباية معيارية اللي هي 250 ملي، مش علبة الزبادي الصغيرة. تمام، يبقى معلقتين كبار من الزيت كمان معانا، ويبقى الكوباية اللي بنستخدمها في البيت هتعيري بيها الدقيق، هي اللي هتعيري بيها الزبادي، هي اللي هتعيري بيها المية، هي اللي هتعيري بيها كل حاجة. ممكن تستخدمي المج اللي بنستخدمه في النسكافيه، ممكن كمان تستخدمي الكوب المعياري. ويلا بينا نحط بقى الدقيق بتاعنا اللي هو الدقيق عادي جدا الابيض، دول 4 كوبايات هنحطهم، ونضيف عليهم الخميرة لو الخميرة بتاعتك شغالة وحلوة ومتأكدة منها، وادي السكر، وهروح اجيب الملح ونحط حوالي نص معلقة صغيرة من الملح. تمام، وهحط كمان كوبايه الدقيق الاسمر، ويلا بينا بقى نخلط المكونات دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما هنخلطهم هنحط معلقتين من الزيت. وحط كمان كوباية الزبادي، انا حطيت معلقتين كبار من الزيت، حطيت كمان كوباية زبادي وهعجن. عايزه اوريكم كده قوام العجين وبعدين نكمل عجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العجينه حلوه جدا، لسه ملزقه شويه، فهي كده محتاجه تاخد وقت اكبر في العجن علشان تلم معانا وتتماسك، ولو احتاجت معلقه دقيق هنديها. يلا بينا. العيش اخباره ايه؟
شايفين العيش قد ازاي في الفرن؟ باين معانا؟ باين يا موتي؟ تمام. بصوا معايا كده اخبار العيش ايه. العيش بدأ ينفخ او نفخ بالفعل، وبدأ ياخد اللون كمان ما شاء الله، جميل جدا جدا. هنسيبه يكمل اللون بتاعه. بصوا بس طلعنا العيش من الفرن جميل ازاي، ما شاء الله بجد تحفة. نفتح واحد كده عشان يبان معانا. بصوا من تحت كمان مستوي، بص عليه من جوه، الله، وطري وجميل ومنفوخ والدنيا زي الفل ما شاء الله بجد. تسلم والله. وما خدش مننا وقت، يا دوبك هو وقت التخمير بس. مكوناته كمان حاطين فيه الدقيق الاسمر، فهو كمان صحي وجميل جدا. العيش بتاعنا هنسيبه بعد ما يتعجن، العجينه نسيبها تخمر مش اقل من نص ساعه لساعه على حسب بقى الجو. لو عايزه تخمريها بسرعه يبقى تشغلي الفرن بتاعك حوالي 5 دقايق بالظبط وتطفيه، وتتاكدي انك طفتيه وغلفي البوله بتاعه العجينه كويس جدا بفوطه ودخليها، هيقعد معاكي بقى من نص ساعه لساعه هتلاقيه خمر وبقى زي الفل. بعد ما بيخمر هكوره كور قد الليمونه الكبيره شويه واسيبه يرتاح، ولازم تكوني مغطيه الكور بتاعتك علشان ما تنشفش الوش بتاعها وتيجي تفرديها فتلاقي الوش مشقق والعيش مش حلو معاكي خالص. هنفرد تمام العيش بتاعنا بسمك حوالي نص سنتي، عايزين العيش يبقى فيه لبابه شويه، يعني يبقى مليان شويه ما يبقاش رقيق زياده عن اللزوم. احنا معانا عيش تاني عايزين نسويه، هندخل بس الصاج ده عشان ما ننساش. هنحطه في الفرن واحنا شغالين زي ما اتفقنا على اعلى درجه حراره على الرف الاقرب للارضيه، ولو الشوايه بتشتغل في نفس الوقت هيبقى حاجه هايله جدا جدا. تمام كده رشه دقيق بسيطه تحت العيش وهنفرد. بصوا ده اللي احنا عايزينه، وده السمك اللي احنا عايزينه، باين معانا خالص اهو. تمام يلا ونرص في صينيه مرشوشه برضو بالدقيق، ولازم يتساب يخمر مره تانية. يبقى انا كده خمرت العجينه بتاعتي مرتين، مره بعد ما عجنت وبعدين كورت وريحت الكور بتاعتي 10 دقايق بس عشان اقدر افردها وما تلمش معايا وانا بفردها، وبعد كده فردتها وسبتها كمان حوالي نص ساعه علشان تخمر مره تانية والعيش يطلع معايا لونه حلو ما يبقاش مبقع زي ما بنقول ويقب معانا. تمام فلازم نخمره مره تانية قبل ما نخبزه على طول بالشكل ده. هتلاقوا فرق طبعا، انتي فرداه بسمك هتلاقيه بعد ما خمر عالي شويه وبقى حلو جدا علشان يفتح معانا في الفرن ويقب معانا ويطلع معانا كمان شكله حلو واخد لون وردي جميل كده. وبالشكل ده هنفرد العيش بتاعنا. عايزه تعملي بقى رغيف كبير هتكبري الكور شويه، عايزه تعملي اصغر من كده يبقى ميني وتعملي سندوتشات للولاد في المدرسه هتعمليه اصغر شويه، براحتك بقى تتحكمي في الحجم براحتك. اهم حاجه يبقى سمك الرغيف بعد ما تفرديه بالشكل ده علشان يطلع معاكي مليان وما يبقاش ناشف قوي معاكي. الخبز برده مهم جدا جدا ان يكون على درجه حراره عاليه، يعني 220 فيما فوق والرف الاقرب للارضيه، وكمان لو الشوايه بتشتغل هنشغلها، لو ما بتشتغلش بقى هنستنى العيش كده يبدا يقب وياخد لون من تحت وبعدين نشغل له الشوايه علشان يتحمر من فوق. تمام وخمرنا مرتين، مره بعد ما عجننا ومره بعد ما فردنا العجين بتاعنا علشان يطلع معاكي هايل جدا. تمام يلا بصوا العيش اللي احنا لسه مدخلينه كمان قب اهو، وبرده بدا ياخد اللون ما شاء الله. هنسيبه ياخد والعيش اللي احنا دخلناه طلع معانا وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. بصوا حاجه كده بجد في منتهى الجمال، سهل وبسيط وهتعمليه في البيت، ولازم كلنا نعرف نخبز العيش في البيت. ساعات كتير بنتحط في زنقات، بنتحط في مواقف كده نبقى محتاجين عيش ضروري، فلازم على الاقل يبقى عندنا كده خلفيه عن خبيز العيش. تعالوا بينا نحط العيش بقى في العياشه وفي السبت ده، بجد في منتهى الجمال. عايزاكم كده تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. مقادير سهله هتلاقيها عندك في البيت وهتقومي تنفذيه على طول وان شاء الله يعجبكم جدا. خلي الرغيف المفتوح ده عشان يبان معانا كده قد ايه العيش من جوه
فيه لبابه كده ومليان وطري ما شاء الله بجد. ونطلع العيش بتاعنا علشان نقدمه، نحطه فين؟ نحطه هنا.